كل هاي السنوات ما حد قدر أن يرسم هاي الحدود. زين في حكومة صدام لما كانت حكومة قوية بال82 ما قدرت تأخذ أو تجزي، لما نزل القرار بال94 ما الذي مخفي في هذه القصة؟ أثناء اجتياح قوات صدام حسين للعراق، لا أقول القوات العراقية، قوات صدام حسين للكويت في الثمانينات ومطالبته بما كان يعرف بالرميلة، لم نسمع في المصادر العراقية جميع حقل الدرة ولم تثار في القضايا والخرائط الدولية إلا الآن. لماذا الآن؟ علما في الجغرافيا الصغيرة، يعني أي واحد يطلع على الجغرافيا يجد أن حقل الدرة في الحدود السعودية الكويتية في المنطقة المغمورة وبعيدة كل البعد عن شواطئ، عن جزيرة الفاو العربية، وبعيدة كل البعد عن السواحل الإيرانية. إيران تريد أن تحسب 12 ميل من آخر الجزيرة، وهذا يتنافى مع قانون البحار. لماذا السكوت العراقي لم يتحرك إلا في هذه اللحظات الحرجة؟ نعم، ليس استنكارا على الأشقاء العراقيين، لكني استفهاما مني لماذا التحرك الآن بعد التوقيع السعودي الإيراني وإرخائه بالأجواء الإيجابية على المنطقة. تحرك الأشقاء في العراق وقبلهم الأشقاء في الكويت لإثبات ملكية حقل الدرة الذي يبدو أنه لا غبار على ملكية الأشقاء الكويتيين لحقل الدرة متقاسمة مع المملكة العربية السعودية طبقا لما يملكان من وثائق وقوانين وخرائط وصور. وإن رأى سعادة الدكتور جمال أنهم اعتمدوا على خريطة مستكشفة، يكفي أن لديهم ما يثبت ملكيتهم. أنت أستاذ مبارك سأل ليش هسه طرقت الموضوع؟ احنا لازم ندخل مباشرة بالموضوع حتى أستاذ نجم مرح تقلب المواجع علي يا أخي. استنع ميخال بس راح تقلب يا أخي. قبل دخولنا الكويت والغزو وقبل 2003 وفي عام 2008 قدم 2 شخصيتين أو موظفين 2 عن هذا الموضوع وهددوا بالشنق. من هددهم؟ يعني أنت من تقدم شيء وتقول واحد هددهم مسؤول يشنقهم، وهذا ليش هسه رجعتوا عليهم؟ ليش هسه رجعتوا على جمال وربع جمال تدورون عليهم ولن يعودوا إلينا؟ أنا أقول لك ما يجون علينا لأن هم مقتنعين بأنهم يشغلنا غلط. لكن العظم إيه، لا أحكي على الحكومة العراقية هي السبب. إحنا أخي العزيز بعد هاي الحكومة بها ملاحظات، هاي عليها ملاحظات. حكومة صدام حسين ليش ملاحظات كثيرة؟ صدام ليش ما طالب ملاحظة؟ وبكتها ما طالب وبقيت الأمور كما هي عليه. وبكتها طالبوا بس المرحوم رياض القيسي طلب من القيادة العراقية عدم الذهاب بهذا الاتجاه وأخذ برأيه حقيقة. وإحنا كنا موجودين وأحتفظ بأسماء الأخوان بالطابق الرابع بالدائرة القانونية سنة 98 و99 ويمكن 2001-2000 من بلشنا نشتغل بخط الأساس، أحتفظ بأسماءهم وأحتفظ حتى باللجنة. يا أخي يا أستاذ نجم، نحن إرث تاريخ ووثائق ونعرف الكثير، ولكن أنا صديت لهذا الملف لأن أنا كنت في كل اللجان.